السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وفي احسن حال. فيديو النهاردة يا شباب هنتعلم نعمل فيه وجبة البيض بالشوفان بدل البيض بالبقسماط. الوجبة دي مفيدة جدا 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 للطيور، وخصوصا العصافير اللي تحتها، اللي بيبقى تحتها زغاليل وبتزق. جربوها وان شاء الله مش هتندموا، وهتستفادوا منها وهتحسوا بفرق كبير، يعني لان الشوفان ده له فوائد كتيرة. هوريكم تعملوها ازاي ونبتدي نعملها يلا مع بعض. واول حاجة نحتاجها زي ما انتم شايفين، انا جبت البيض وسلقته وخليته كويس، يعني سلقته كويس مش اقل من تلت ساعة على النار لحد ما يتسلق وقشرته. وجبت الشوفان اللي هو في الاصل بيبقى ده زي ما انتم شايفينه، اللي ما يعرفش الشوفان بيبقى ده هيئته، بس انا طبعا بطحنه بخليه بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، بطحنه في الكبة بخليه بودرة خالص. وببتدي اهرس البيض اللي هو العادي اللي احنا بنعمله العادي، نهرس البيضة بالشوكة. الشوكة دي اسهل طريقة طبعا لهرس البيض. بعد ما بنهرس البيض يا جماعة، بعد ما بنهرس البيض ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنجيب الشوفان اللي احنا طحناه وبنحط منه، يعني انا عامل 3 بيضات، هحط عليهم مثلا زي معلقتين كبار من الشوفان كده، ان الكمية مناسبة كويسة. وابتدي اقلب الخلطة دي مع بعضها كده، وبقدمها للطيور على طول، والطيور يعني بتنسفها نسف. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نفيد بعض كلنا ان شاء الله، وشكرا ليكم.